سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من أعطت تلك البلاد الطائفة فوق المحيط الهادي أقصى شرق آسيا العالم الكثير من الاختراعات، فكان من اليابان أن جاء الهاتف الخلوي ذو الكاميرا والأقراص المدمجة والحواسيب المحمولة إلى الوجود. وبالرغم من أننا نستخدم كل تلك الأشياء في حياتنا اليومية، إلا أن أحدا منها لا يرتبط ببلده الأم في أذهاننا بشكل مباشر. فالابتكار الذي حمل اسم وروح اليابان إلى أقاصي الأرض لم يكن مكونا من دوائر كهربائية وإلكترونيات، بل من ألوان وخطوط جذابة والكثير من الخيال. صارت الرسوم المتحركة أو الأنيمي هو وجه اليابان الأكثر شهرة. ففي عام 2004 عندما بعثت اليابان للعراق بشاحنات لمياه الإغاثة، رأى العراقيون المتطوعون في العملية أن علم اليابان المرسوم على جوانب الشاحنات لن يميزه الكثيرون، وبدلا منه اقترحوا وضع ملصقات كبيرة للكابتن ماجد فوق الشاحنات كطريقة أفضل حتى يعرف الناس من أي بلاد جاءت. تحولت الرسوم المتحركة إذن لما يشبه اللغة العالمية التي يتقنها الشباب والأطفال من شتى بقاع العالم. وبالرغم من أن الرسوم المتحركة الأمريكية سبقته للوجود، إلا أنها وعلى شهرتها الواسعة لم تجن مثل تلك القاعدة الجماهيرية الواسعة والشغوفة التي يتمتع بها الأنمي الياباني. ففي كتابه قلعة الأنيمي يرجع الباحث طارق الخواجي ذلك التفوق لأسباب عدة، أهمها انحصار الرسوم المتحركة الأمريكية في فئة عمرية معينة مقابل التنوع الكبير الذي تقدمه مسلسلات الأنيمي. وقد أدى ذلك الانحصار بدوره إلى ضيق المواضيع التي يناقشها الكرتون الأمريكي وإلى التوحد التقريبي والنسبي في آلية الشكل والمضمون. أما الأنيمي الياباني على الجانب الآخر فهو عالم شاسع وله هويته المميزة شكلا ومضمونا، ويحمل شتى أطياف التنوع سواء في المراحل العمرية التي يخاطبها أو أنواع المشاهدين الذين يتوجه إليهم. وعبر تلك الأنواع نفسها يناقش مواضيع عدة ذات ثقل وأهمية تقف رأسا برأس مع الإنتاجات الجادة لعوالم الأدب والسينما. فكيف جاء الأنيمي للوجود؟ وما هي أهم أنواعه وأبرز مواضيعه؟ يدين الأنيمي بوجوده لشقيقه الأكبر المانجا، والذي تعود كل أشكاله بدائية للقرن الثاني عشر الميلادي قبل أن نرى شخصياتنا المفضلة تقفز وتجري على الشاشات. وقفت ثابتة على أوراق المانجا المرسومة بالأبيض والأسود، وقبل أن تصبح لتلك الشخصيات خلفيات وتواريخ كانت مجرد رسوم عابرة خطها راهب ياباني يدعى طوبا سوجو. وتظهر في تلك الرسومات المنسوبة للراهب مجموعة من الحيوانات منخرطة في أفعال بشرية، فنراها في إحدى اللفائف تستعد لحفل، وفي أخرى تتصارع، وفي ثالثة تطارد قردا سارقا محاولة الإيقاع به. أما الأنمي الياباني
فتعود بداياته لأوائل القرن العشرين، فحين سافرت الرسوم المتحركة من أمريكا وروسيا وفرنسا لليابان، انبهر الناس بها، وحمل مجموعة من الفنانين على عواتقهم مهمة إنتاج رسوم متحركة تحمل رسوم البلاد وروحها وتراثها المميز. وبالفعل استلهمت أعمال الأنيمي الأولى الفولكلور الياباني، متخذة من قصصه حبكاتها، أو على الأقل هذا ما شاهدناه في الأعمال القليلة التي وصلتنا بعد أن نجت من زلزال 1923 المدمر الذي ضرب إقليم كانتو في اليابان وأدى لفقدان معظم أفلام الأنمي الأولى. لكن الفنانون اليابانيون لم يبقوا أحرارا طويلا في اختيار مواضعهم، فبحلول الثلاثينات دخلت اليابان في حروب طويلة مع الصين، تلاها اشتراكها في الحرب العالمية الثانية، لتعلو النعرة القومية والروح العسكرية وتسيطر على ما عداها، وتوجه السلطات الأنمي وتحصره في أعمال البروباغندا، ما سيحول دون تطوره وازدهاره. ولم يكن سوى بعد أن وضعت الحرب أوزارها أن ظهر من سيحدث ثورة وتغييرا غير مسبوقين في عالم المانجا والأنمي. كان هذا الشخص هو أوسامو تيزوكا، والذي درج المؤرخون والنقاد على تسميته بالأب الروحي للمانجا والأنمي. ففي عام 1947 وهو بعد طالب في جامعة يدرس الطب وعمره لا يتجاوز 19 عاما، أطلق تيزوكا جزيرة الكنز الجديدة أول أعماله، والذي سيصنع فيما بعد مفهوم تانكابون أو الرواية التصويرية. وبالرغم من صفحاتها التي وصلت ل 190 صفحة، حقق عمل تيزوكا الأول مبيعات تخطت 400,000 نسخة، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا أو اعتياديا في بلاد دكتها الحرب وكسرت روحها القنبلة النووية وضرب أهلها الفقر المدقع. استلهمت رسومات تيزوكا التقنية السينمائية من تقريب ومباعدة ولقطات قريبة وتصوير بانورامي وتحديد الكادر على الشخصية، فلم يكن من المستغرب أن يتجه بعدها لتحويل بعض من أعماله لمسلسلات الرسوم المتحركة، أنتجها الأستوديو الذي أنشأه وقام هو نفسه بإخراجها. وقد كان مسلسل الدرع القوية أو ما عرف في الغرب لاحقا بأسترو بوي هو العمل الذي يعود له الفضل في بداية شهرة الأنمي عالميا وانتشاره خارج حدود اليابان، بعد أن حقق شهرة مدوية في اليابان نفسها، فكان يشاهده 40% من السكان الذين امتلكوا أجهزة التلفزيون حينها. عرضت أول حلقات المسلسل عام 1963 في اليابان، وفي سبتمبر من العام نفسه اشترت شبكة NBC الأمريكية حقوق عرضه في الولايات المتحدة. فتح تيزوكا آفاقا جديدة أمام الأنمي الياباني والمانجا لم يكن أحد ليتخيلها، وبلغ معها شهرة وانتشارا لم يصل إليها من قبل. نشأ جيل كامل من الأطفال اليابانيين على حب أعماله، وكبر معهم حبهم لهذين الفنين. وقد تطلب نضج ذلك الجيل وبلوغهم الشباب نضجا موازيا في الأعمال المقدمة، وبهذا تحرك الأنمي من فئة الأعمال المناسبة للصغار ليتناول مواضيع أكثر عمقا وموضوعات أكثر تعقيدا.
وقد فتح الباب لهذا التطور عمل عظيم آخر، فيلم أكيرا لكاتشيرو أوتومو القائم على مانجا تحمل نفس الاسم. تقع أحداث الفيلم في مدينة نيو طوكيو أو طوكيو الجديدة المتخيلة، حيث تسكن الشخصيات في عالم كابوسي تسيطر عليه الاضطرابات والقلاقل السياسية والعزلة الاجتماعية وفساد السلطات. وقد تكلف إنتاج فيلم أكيرا ببليون ين، مما جعله أغلى أفلام الأنمي على الإطلاق، وعرض عام 1988 ليلقى نجاحا نقديا وجماهيريا ساحقا في اليابان وخارجها، ويحتل إلى الآن مرتبة مرتفعة باستمرار في قوائم النقاد لأفضل أفلام الخيال العلمي في التاريخ. ولم يتوقف تأثيرا أكيرا عند أفلام الأنمي، فقد ألهم أيضا العديد من أفلام الخيال العلمي الشهيرة مثل المصفوفة دي ماتريكس والاستهلاك انسبشن. ولا يمكننا أن نتناول أعمال الأنمي ذات الموضوعات والتيمات الناضجة دون أن نأتي على ذكر أفلام هايو ميازاكي وإيساو تاهاكاتا المخرجين العظيمين ومؤسس استوديو جيلي، أحد أهم الأستوديوهات للرسوم المتحركة في اليابان. فتأتي أفلام كل منهما مزاوجة بين الروعة وجمال الرسوم وعمق وحساسية القصص والشخصيات. وقد كان فيلم ميازاكي المخطوفة أول فيلم أنيمي على الإطلاق يفوز بجائزة الأوسكار عام 2003، مما ساهم في فتح أعين الكثير من الجماهير الغربية على ذلك الفن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.